لك احزاب السلطه والمحاصصه. انت مستعد؟ طبعا انت مستعد ومعلن عائلتك ورواتبك بالدولار، بس هذا الشعب المسكين مستعدين عن الحصار؟ مستعدين للظلم؟ لا. انت يا سياسي الصدفه جاي نوصل لك رساله من جمهورنا. احنا شعب تعب، شعب مل، شعب شبع ضيم، شبع دم. خلوكم ناس تحاور، ناس تحاور، صيري سياسيين، صيري سياسيين في باقي الدول، مو عدتك هي، مو عدتها، لا، خلوكم سياسيين تحاور هاي الدول. احنا شعب تضمننا واحد هو النفط، والنفط اذا انقطع كل شيء ما عندنا بعد. واحد يقتل واحد فيكم الله، الله يشهد واحد يقتل واحد، وذول اساسه ترى عوالم مو هنا اللي ببالك، ومتمكنين ماديا وكل شيء متوفر عندهم، بس الضحيه الشعب العراقي. الضحية هذا الشعب. فهذا خطابك، سولف على الغشمة مو سولف علينا، مو سولف على العراقي.